كانت مختلفة، كانت تقدم العمل بما يليق، كانت تطور هذا العمل باعتبار أنها غنت لشعراء كبار، خالد الفيصل، الأمير بدر بن عبد المحسن، محمد بن راشد بن مكتوم، وشعراء آخرين أيضا ملحنين كبار، راشد الخضر، طلال مداح، الدكتور عبد الرب إدريس وغيرهم الكثير. كل هذه الكوكبة من الشعراء ومن الملحنين ما جاءوا إلا لفنانة تعرف أنها هدف لتغيير الساحة، هدف لتغيير الثقافة العامة التي كانت لا تسمع الفنانة إلا من خلال أغاني التقاليد البيئية.